بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، واجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. القوانين التكوينية تحكم من غير فرق بين مصادقها، القوانين التكوينية في البشر تحكم البشر من غير فرق بين أن هذا الشخص يكون مؤمناً أو كافراً، صالحاً أو طالحاً، نبياً أو مجرماً. القوانين التكوينية هكذا طبيعتها. السم شربه يقتل من غير فرق بين أن الذي شرب السم يكون نبيا ووصيا أو يكون من كبار مجرمي التاريخ، لا فرق. السم قتال، لا يفرق بين خيرة الخلق وبين شرار الخلق. السيف يقطع، السيف الحاد يقطع، يقطع جسم مؤمن أو يقطع جسم كافر، لا يفرق. قانون تكويني يحكم. كل القوانين التكوينية هكذا، إذا وجدت مصداقا لها تنطبق عليه. القوانين التكوينية التي نعتبرها سيئة أو التي نعتبرها حسنة لا فرق، القانون التكويني يجري ويحكم. من القوانين التكوينية التي تحكم كل مصادقها من غير فرق بين البر والفاجر هو أن من يدخل في حرب
فإنه يزداد أعداؤه بعد ذلك بعد تلك الحرب. كل الحروب تجعل أعداء كل أطراف الحروب تزداد، سواء كنت محقا أم مبطلا. إذا دخلت في حرب أعداؤك تزداد حتى لو كنت محقا، سواء كنت ظالما أو مظلوما، حتى لو كنت مظلوما عندما تدخل في حرب أعداؤك يزداد عدده. وكلما كانت الحرب أشد، هذه الزيادة تكون بدرجة أعلى، زيادة الأعداء. خصوصا في الحروب الدموية، الحروب التي يجري على أثرها الدم، هذه الحروب تؤثر على كل أطرافها بأنه أعداؤهم تزداد. كان الشخص ظالما أو مظلوما، كان باطلا أو محقا، حتى لو كنت من أشرف خلق الله عز وجل، عندما تدخل في الحرب ومن حقك أن تدخل في هذه الحرب، أعداؤك تزداد. المثال الواضح جدا الجلي جدا هو المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث لا يوجد أطهر ولا أنقى ولا أنزه ولا أعظم من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي نص القرآن الكريم بطهارته، الذي نص القرآن الكريم على أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي نص النبي صلى الله عليه وآله بأن الحق، العبارة حقا عجيبة عجيبة، هذه الرواية الشريفة حقيقة عجيبة، النبي صلى الله عليه وآله ما قال علي يدور مع الحق حيثما دار، يقول الحق يدور مع علي حيثما دار، يدور. اللهم صل على محمد وآل محمد. يدور الحق حيثما دار علي بن أبي طالب، عبارة جدا عجيبة، يعني الحق يتبع أمير المؤمنين، كلام النبي صلى الله عليه وآله، يعني هكذا نزاهة. الخيرة لا، حتى المعصومين هم يمشون على طريق الحق، لا، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شيء أرقى من ذلك، أعلى من ذلك. عبارة الرواية الشريفة، العبارة مشهورة حتى في مصادر العامة، موجودة الرواية صحيحة بل متواترة. هذا أمير المؤمنين بهذه الدرجة، يعني لا أقول ما أراق قطرة دم باطلا أصلا، حاشاه من هالكلام أصلا، هو الحق في كل تصرفاته، هو عين الحق، هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ناهيك عن أن كل حروبه التي اشترك فيها كانت حروب دفاعية، النبي صلى الله عليه وآله ما بدأ أي حرب، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما بدأ أي حرب، الحرب بدأها أعداؤهم، يعني هو يدافع عن نفسه، شخص شهر السيف بوجهك، عند كل عقلاء العالم من حقك أنك تدافع عن نفسك فتقتل الطرف الآخر، بديهي أصلا من بديهيات ما يفهمه العقلاء.
كل حروب أمير المؤمنين هكذا كانت، الحروب التي اشترك فيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله، الحروب التي اشترك فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني من حقه شرعا إلهيا، لا حتى عند العقلاء من حقه أن يقاتل شهر السيوف بوجوه أمير المؤمنين وأصحابه. طبعا أمير المؤمنين يدافع. مع ذلك، مع أن الحق يدور مدار أمير المؤمنين، مع أن كل حروبه كانت دفاعية دافع عن نفسه، مع ذلك لأنه دخل في حروب، ماذا صنعوا؟ كم سبوا أمير المؤمنين، كم آذوا أمير المؤمنين، كم ازداد، كم عشرة مليون لعله أكثر صاروا أعداء لأمير المؤمنين على مر التاريخ. البعض يقول أنه 80 سنة كانوا يلعنون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا أكثر، من بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله إلى نهاية بني أمية، نهاية بني أمية بداية 132 للهجرة. هذا بصورة طبيعية، يعني خلص هذا واضح. بعد بني أمية في زمن بن العباس، بعد ذلك كم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحق المطلق، هذا الذي يتبعه الحق، كم سوب، كم متهم، كم عودي. لمظلوميتك يا أمير المؤمنين، هو محق. مع ذلك طبعا أداء أولئك لأمير المؤمنين لا ينقص من مقام أمير المؤمنين. لو البشر كلهم اتفقوا ضد أمير المؤمنين ليس مهما عند الله عز وجل. أمير المؤمنين هو الحق المطلق، أمير المؤمنين مقامه عند الله محفوظ. لا أقول أن هذا مهم أن الناس عادوا أمير المؤمنين من سوء حظهم، هم أصحاب جهنم، هم أرادوا أن يمشوا في طريق النار، ليس مهما، ولكن أقول هذه طبيعة قانون تكويني في الدنيا. الذي يدخل في الحروب يعادى. لو دافعت عن نفسك، شخص شهر السيف بوجهك أراد أن يقتلك، شهر السلاح بوجهك أراد أن يقتلك، أنت دافعت عن نفسك قتلت القاتل، أنت تعادى من قبل جماعات. طبيعة الدنيا هكذا. هذه الحروب الدموية، حتى الحروب غير الدموية، الذي يدخل في حرب يتهم، يؤذى، يعادى. الأئمة عليهم الصلاة والسلام أكثرهم ما دخلوا في حروب دموية، يعني ما كانت هناك دماء، ولكن لأنهم جابهوا، حاربوا، وقفوا بوجوه الحكام الطغاة الظلمة السفاكين للدماء، وقفوا بوجوههم ضدهم، كم اتهموا، كم أوذوا، كم عادى الناس أصناف وطوائف وأظهروا عداءهم للأئمة عليهم الصلاة والسلام في عصورهم، بعد عصورهم، عشرات السنوات، مئات السنوات. هذا قانون تكويني. أعداء أهل البيت في قعر جهنم، أعداء أهل البيت لا يسمون فلسا أحمر عند الله عز وجل، ليس لهم قيمة أصلا، أسوأ خلق الله هم أعداء أهل البيت. ولكن هذا قانون تكويني، كما أن السيف يقطع جسم نبي أو وصي نبي، السيف لا يفهم المعادلات، هذا النبي أو غير نبي يقطع، هذا أيضا قانون تكويني. وإلى يومنا هذا الذين يقفون بوجوه الحكام الفقهاء المقدسون، إلى يومنا هذا نرى، نعرف، يؤذون، يتهمون، يعادون، يتهمون بألف تهمة، بعد وفاتهم يتهمون بألف تهمة، القضية تستمر عشرات السنوات، مئات السنوات، مع أن الحروب كثير منها ليست حروب دموية، يعني لا توجد دماء في الوسط، وقوف بوجه الظالم، وقوف بوجه الطغاة.
يؤذون إلى يومنا هذا ونعرف نماذج كثير. هذا قانون تكويني يحكم الحق والباطل، يحكم المؤمن والكافر والمنافق، يحكم النبي والوصي، ويحكم أكابر مجرمي التاريخ. هذا القانون التكويني له استثناء واحد فقط وفقط، وهو الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. عاشوراء حرب دموية شديدة سالت فيها الدماء من الطرفين، من طرف الحق ومن طرف الباطل. من طرف الحق خيرة خلق الله على وجه الكرة الأرضية، كما في الحديث الشريف قتل معه، يعني مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من هذا الطرف خيرة خلق الله على وجه الكرة الأرضية قتلوا، سفكت دماؤهم ظلما وعدوانا. هم كانوا يسيرون في دربهم، أوقفوهم، حاصروهم، قتلوهم. من الطرف الآخر أولئك الأعداء عليهم لعائن الله تترى أبد الآبدين، آلاف وآلاف قتلوا، حرب دموية دموية. يعني حرب بحساب الفترة، فترة الحرب حرب دموية بكل الاعتبارات. بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام صنعوا بأهل بيته ما صنعوا من الأسر، استمرت إلى قبيل أول 40 بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. من أول 40 بعد استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، خلاص لا يتمكن أحد أن يظهر عداءه لسيد الشهداء. سيد الشهداء الذي دخل في هكذا حرب، لا أقول لا يتمكن أحد، شذوذ، لا، بصورة عامة أعداء سيد الشهداء لا يتمكنون أن يظهروا عداءهم لسيد الشهداء، لا يتمكنون أن يبرروا لقتلة الإمام الحسين أبدا. أشد من يزيد، يزيد بن معاوية عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين. قبيل 40 اضطر يزيد قاتل الإمام الحسين، يزيد ولا يعلم من يزيد إلا الله عز وجل من شدة إجرامه. يزيد قبل أول 40، قبيل أول 40، يعني أقل من 40 يوم بعد استشهاد الإمام الحسين، اضطر أن يلقي اللوم على ابن زياد. يزيد المجرم الأكبر، يزيد الذي لا نظير له في الإجرام، ما تمكن أن يستمر في إظهار عدائه لسيد الشهداء. 40 يوم ما تمكن. لعن علناً ابن زياد، صار يلعنه. طبعاً كله كذب ودجل، ولذا ابن زياد بقي في حكمه، بقي في مكانه. أصدقاء درب إلى قعر جهنم، أصدقاء درب هؤلاء. ولكن يزيد ما تمكن أن يبقى على إظهار عدائه لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. عجيبة، حرب هكذا حرب. من هو أفضل من سيد الشهداء وهو أبوه أمير المؤمنين؟ عودي لعن علنا عشرات السنوات، مئات السنوات، ولكن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بعد أول 40 العداء
العلني الممنهج ضد سيد الشهداء لا يمكن، لا يمكن. يريدون أعداء سيد الشهداء في كل العصور بكثرة. ولا السيدة زينب قالت: ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة في محوه وتطميسه. يريدون يسعون ولكن لا يتمكن أن يظهر أداءه علنا لسيد الشهداء. ما القضية؟ ما السر؟ قانون تكويني لا يفهم، لا يفهم سيد الشهداء، لا يفهم أمير المؤمنين. أحياناً مجلس خاص كان، أولئك المجرمون كانوا يظهرون بعض الشيء، أما علناً لا يمكن، لا يمكن. في زمن يزيد ما كان ممكن، هو من قبل يزيد ما كان ممكن. لماذا؟ قانون تكويني أم لا؟ نعم قانون تكويني. القانون التكويني له استثناء؟ لا، لا يفهم الاستثناء القانون التكويني بصورة عامة. أنا أفسر هكذا قضية بتفسيرا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل قانونا أو أقول نظاما تكوينيا عاما. هذا نظام تكويني موجود فيه مئات آلاف ملايين مليارات من القوانين التكوينية، شيء تكويني، الشيء الفلاني يؤدي إلى شيء الفلاني، هذا شيء تكويني. الضغط على عضلاتك يؤدي إلى حركة يدك، هذا قانون تكويني. قوانين تكوينية بالمليارات موجودة في هذا النظام التكويني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلقه بإزائه نظاما تكوينيا للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. النظام التكويني الحسيني قد يتفق مع النظام التكويني العام في قوانين، في كثير من القوانين، ويختلف في كثير من القوانين. نظامان تكوينيان مثلا لو أردنا أن نقرب الصورة، نظام تكويني جعله الله سبحانه وتعالى للبشر، ونظام تكويني آخر جعله الله سبحانه وتعالى للجن. هذان النظامان التكوينيان يتفقان في بعض الأشياء. هذا القانون موجود في نظام البشر التكويني، ونفس القانون موجود في نظام الجن التكويني، موجود بكثرة. وهناك أمور خاصة بالنظام التكويني البشري لا يكون للجن، وهناك أمور خاصة للنظام التكويني للجن ليس للبشر. صحيح أم لا؟ صحيح. النظام التكويني العام فيه قوانين مليارات، النظام التكويني الحسيني فيه قوانين يتفقان في بعض القوانين ويختلفان في كثير من القوانين. ولذا تجد ما نسميه استثناءات، هذه ليست استثناءات، لعلها هذه مختلفة من جهة اختلاف النظام التكويني، قضايا وقضايا، عشرات مئات آلاف من القضايا تصل إلى قضية سيد الشهداء وضعها يختلف. كنموذج أو كنماذج، في القانون التكويني العام عندما يجرح جسم إنسان جرحا عميقا، هذا الجرح يؤلمه فترة قد تكون طويلة، هذا الجرح يحتاج إلى رعاية، هذا الجرح يلزم أن لا يصل إليه الماء وإلا تحصل التهابات، هذا الجرح يحتاج إلى رعاية وإلا أحيانا تحصل أخطار
لحياة الشخص. هناك قوانين تكوينية كثيرة مرتبطة بالجروح. جرح إنسان على وجه الكرة الأرضية يعيش في الدنيا. ولكن هذا قانون أم لا؟ قوانين، ليس قانونا، قوانين مرتبطة بالجروح، الجروح العميقة. ولكن تجد عشرات الملايين من البشر في هذه السنوات الأخيرة على الأقل، وعلى مر مئات السنوات، المؤمنون الصالحون يجرحون رؤوسهم في مواكب التطبير على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الألم يختفي بسرعة. أنا قبل سنوات في أحد المحاضرات في خطب الجمعة ذكرت أن الألم يختفي بعد نصف ساعة أو أقل. بعد فترة أحد المؤمنين، هذا يطبر بشكل عجيب، جراحات عميقة وكثيرة كثيرة، اتصل بي بعد فترة، كان قد سمع هذه اللقطة، هذا المقطع من الخطبة، قال: سيدنا أنت قلت أقل من نصف ساعة، هذا غير صحيح، في الدقيقة الأولى الألم يختفي. أنا مع الاحتياط أقول بعد دقائق معدودة لا ألم، عجيب. المطبر بعد نصف ساعة أقل أكثر يذهب يصب الماء على هذه الجروح، لا أحد يصاب بالتهابات. الألم هذا يهمله الشخص، لا يرعى الجرح، الجرح يحتاج إلى رعاية، الجروح العميقة تحتاج إلى رعاية. بدون رعاية لا شيء لا أثر. مجموعة من هؤلاء المؤمنين، عدد كبير منهم في هذه الملايين، عدد كبير منهم هم مصابون بأمراض الجروح خطيرة بالنسبة إليهم، عند سكر، عند سيلان دم، عند أمثال ذلك. الجرح العادي قد يعرضه للأخطار، قد يعرضه للموت. هذه الجروح العميقة يذهبون يأتون لا أثر أصلا، لا أحد منهم يموت، لا أحد منهم يصاب بشيء سيء جراء التطبير. يا أخي أنا لست عالما في مجال الطب، اسأل الأطباء، الأطباء يذكرون، وأنا سمعت من بعضهم يذكرون أشياء عجيبة عجائب تحدث. جرح أم لا؟ هذا الجرح إنسان مؤمن جرح جسمه. لماذا قوانين الجرح التكوينية العامة لا تنطبق عليه؟ نظام الإمام الحسين عليه الصلاة هو نفسه إنسان عادي، إذا جرح جسمه في وقت آخر لقضية ثانية يحتاج إلى رعاية، الماء يلزم أن لا يصل إليه. نفس الشخص في يوم عاشوراء للإمام سيد الشهداء، حبا لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يجرح جراحات عميقة عميقة عميقة. أقول كثير منكم رأيتم بأعينكم، كثير منكم أعرف بالقضية مني، لا أحد يصاب بشيء على مر مئات السنوات ولا واحد، ومن بين عشرات الملايين في هذه السنوات، كل سنة عشرات الملايين في الأرض كلها. قصدي قانون تكويني مختلف، نظام تكويني مختلف. هذا النظام تكويني موجود، يصل إلى قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا النظام لا يمشي. في القضية الحسينية هناك نظام آخر. زيارة الأربعين هذه التي رأيتموها كثير من المؤمنين، الحمد لله رأى عجائب وعجائب في زيارة الأربعين. يا أخي قوانين تكوينية هذه لا تمشي في زيارة الأربعين، لا تمشي. كم من القوانين التكوينية لا تمشي، أصلا بعضها من شدة غرابتها الإنسان لا يتمكن أن يذكرها أصلا على المنبر. كثير من الناس أصلا لا يصدقوا إلا أن يذهب ويرى بعينه. هذه القوانين التكوينية كيف تخرق؟ النظام التكويني الحسيني مختلف. نعم يتفق مع النظام العام في كثير من الأشياء، ويختلف في كثير من الأشياء. الحديث الشريف المشهور: لا يذكره مؤمن إلا بكى. هذا شيء تكويني، هذا مرتبط بالنظام التكويني، شيء بكاء بكاء. لا يذكره مؤمن إلا بكى. الإمام سيد الشهداء كان مظلوما، أمير المؤمنين أيضا كان مظلوما، رسول الله أيضا كان مظلوما، أي واحد من أهل البيت ما كان مظلوما، كلهم كانوا مظلومين، الأنبياء أيضا كانوا مظلومين،
الأوصياء أيضا كانوا مظلومين، المظلومون على مر التاريخ بكثرة. هذه قضية مرتبطة بسيد الشهداء. هذا الاسم اسم لا يذكره مؤمن إلا بك، يذكر اسم الحسين تجري دموع الإنسان يبكي. أغرب من هذا الرواية أيضا مشهورة سمعتموها من الخطباء الكرام، آدم قبل أن يعرف شيئا عن مصيبة الإمام الحسين، ما كان يعرف أصلا، ذكر اسم الحسين على لسانه انكسر قلبه وجرت دمعته وعبرته. لا يعرف شيئا أصلا، استغرب، هو استغرب. قال لجبرائيل، جبرائيل ماذا حصل بي؟ ذكرت هذا الاسم الشريف، اسم شريف قطعا مقدس، توسل بهذا الاسم إلى الله عز وجل ليتوب عليه، ذكرت هذا الاسم انكسر قلبي وجرت عبرتي أو دمعتي. فذكر جبرائيل بعض مصائب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام له. قانون تكويني أم لا هذا؟ كيف حصل؟ حصل انكسار في قلبه من الاسم من دون أن يعرف شيئا أصلا. هذا مرتبط بهذا الاسم الخاص. أقول قانون تكويني شيء تكويني، انكسار القلب شيء تكويني، جريان الدمع شيء تكويني. بهذا الاسم الشريف والعشرات لا المئات، أنت فقط اقرأ كتاب الخصائص الحسينية لتستري رضوان الله تعالى عليه، انظر كيف من كم من الخصائص، وتستري في كتاب الخصائص الحسينية ما ذكر حتى عشر معشر خصائص الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بعضها ذكرها فقط في الخصائص الحسينية لعله بالمئات، لعله الاستثناءات. هذه ليست استثناءات، قانون تكويني خاص حسيني. كل مولود يولد مولود سالم محبوب، يوم ولادته يوم فرح، يوم ولادة الإمام سيد الشهداء يوم حزن. سادة خلق الله بكوا في ذلك اليوم. كل شيء، كل شيء، لا أقول كل شيء يعني كل شيء، لا أقول هناك نظام آخر تكويني حسيني. هكذا حتى في التشريع أيضا، هذا في التكوين، في التشريع أيضا الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء المرتبطة بسيد الشهداء، الاستثناءات التشريعية، أكل التراب حرام، أكل تربة الحسين عليه الصلاة والسلام ليس حراما للاستشفاء بل هو مستحب، طبعا قليلا من التربة الشريفة. البكاء في الصلاة مبطل للصلاة، كثير من الفقهاء ادعوا الإجماع على مبطلية البكاء للصلاة، الإنسان يبكي في الصلاة مبطل، البكاء على ميت، البكاء على مقتول، البكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بمقدار ما بحثت ما وجدت فقيها واحدا يفتي بأنه مبطل. نعم بعض الفقهاء يحتاطون، أنا ما وجدت فقيها واحدا يفتي بأن الفتوى، نعم البعض احتاط. البكاء على سيد الشهداء ومجموعة من الفقهاء قالوا بأنه جائز مستحب. أحد كبار فقهاء العصر أدام الله ظله الشريف يقول هو من أفضل، هذه عبارته، من أفضل القربات إلى الله تعالى. استثناءات في التشريع أيضا ليست قليلة. لماذا سيد الشهداء من خيرة خلق الله؟ نعم بلا شك، أمير المؤمنين أيضا كذلك، الصديق الكبرى أيضا كذلك، الإمام المجتبى أيضا كذلك، رسول الله صلى الله عليهم وعلى آلهم أيضا كذلك. هذه قضايا خاصة بسيد الشهداء. لماذا؟ لماذا؟ لأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى. من أسبابها، من أسباب هذا النظام المختلف، أنا لا أقول نظام مختلف، قبل الخطبة السيد قرأ
العبارة في الزيارة، طبعا هذه العبارة ليست فقط في هذه الزيارة، في زيارات عديدة، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. من معاني الوتر الموتور المقطوع. يا أبو عبد الله، الله عز وجل قطع نظامك عن النظام العام، أنت مقطوع، أنت لك نظام خاص اسمه النظام التكويني الحسيني، هذا نظام خاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذه الكلمة لها معاني أخرى، من معانيها أيضا الفريد. الوتر من معاني كلمة الوتر الفريد، وتر الله يعني فريد الله، هذا المعنى أيضا صحيح، ذاك المعنى أيضا صحيح. لماذا هذا الشيء؟ الله عز وجل فصل، جعل سيد الشهداء فريدا، فريدا فريدا بما لكلمة الفريدة من معنى لا ثانية له. ما السر؟ لعله، لا أقول لعله، حتما هذا إحدى الأسرار، إحدى الأسباب. عاشوراؤه، عاشوراء ماذا حدث فيها؟ الأنبياء الأوصياء أوذوا قتلوا، ما حدث لأحد من الأنبياء، لأحد من الأوصياء، ما حدث في عاشوراء لسيد الشهداء. مجرموا التاريخ ارتكبوا جرائم على مر التاريخ ضد الأنبياء، ضد الأوصياء، ضد الصالحين. المجرمون في يوم عاشوراء صنعوا شيئا آخر. إخواني، الذي يقرأ قضية عاشوراء يدرك أن أيدي المجرمين في يوم عاشوراء كانت مبسوطة مفتوحة. ما الذي يريد أن يصنع؟ اصنع. تجاه من؟ تجاه سيد الشهداء، تجاه الإمام الحسين، تجاه أصحابه، تجاه أولاده، تجاه بناته ونسائه. مفتوحة أيديهم، مفتوحة، صنعوا كل شيء. السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه في هذه القصيدة المشهورة يخاطب الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، يقول له: الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ بك تستغيث وقلبها لك عن جوى يشكو صدوعة؟ إلى أن يقول: مات التصبر. أنا لا أقول مات تصبر، نحن لسنا مهمين. مات تصبر الأولياء، مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع، والسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، فاطلب به بدم القتيل بكربلة في خير الشيعة. إلى أن يقول: وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها لسيعة. ولتبدأ السيد حيدر الحلي بعض مصائب عاشوراء ما كان يتحملها، ما كان يذكرها، هو هكذا يقول، يخفف المصيبة ويقول، يقول: ولتبدأ ولتبدأ كاشفة الوجوه ولتبدأ حاسرة عن الوجه الشريفة كالوضيعة. هو لا يقول حاسرة الرأس. ولتبدأ حاسرة عن الوجه الشريفة كالوضيعة.
فأرى كريمة من يوار الخدر آمنة منيعة وكرائم التنزيل بين أمية خرجت مروعة أو برزت مروعة تدعو. ومن تدعو؟ تدعو أبا الفاضل. أبا الفاضل على المشرع. تدعو علي الأكبر. علي الأكبر بذلك الوضع. تدعو. ومن تدعو؟ وتلك كفاة دعوتها صريعة. واهن أرانين العلا عادت أنوفكم جديعة. لماذا عادت أنوف أهل البيت جديعة؟ يقول هذا البيت الذي يقطع القلب: سيدي أبا صالح تعلم وأنت العالم، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. زينب الكبرى وديعة الرسالة، أم كلثوم بنت فاطمة، سكينة بنت الحسين. فاطمة بنت الحسين حملنا إلى من؟ حملنا إلى ابن زياد، حملنا إلى يزيد. سيدي حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديع. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. اللهم بمظلومية الحسين. بأسر أهل الحسين. بقطرات دم الحسين الطاهر. بألم قلب الحسين. بجروح الحسين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم يا رب الحجة، بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم انتقم به من قتلة الحسين. اللهم انتقم به من أعداء الحسين. اللهم اشف صدور أهل البيت، قلوب أهل البيت بظهور الحجة. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليه. اللهم اجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه، ومع الطالب بدمه، ومع ولده الإمام المهدي من آل محمد.